يواصل منتدى الشرق الاقتصادي الدولي فعالياته في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي روسيا. وركزت نقاشات اليوم الثاني على دور الاستثمارات في تطوير منطقة الشرق الأقصى وسبل مواجهة العقوبات والاستفادة منها، بالإضافة إلى ضمان الأمن الغذائي. حول هذا المنتدى وأهميته معنا من مدينة فلاديفوستوك شرقي روسيا مراسلتنا أريج محمد. أريج، في ضمن خوض طبعا روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا تطورات عديدة، لكن كيف بدأ هذا المنتدى في شرق روسيا؟ أيضا حول الحديث الذي يقال بأن الرئيس الروسي لن يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي. نعم ماجد، طبعا روسيا تحاول أن طبعا تتحدث من خلال تنظيمها لهذا الحدث الكبير في أقصى الشرق الروسي في مدينة فلاديفوستوك أن تتحدث عن أن كل محاولات الغرب لعزلها أو فرض قطيعة دولية عليها تأبى أو تنتهي بالفشل، لأنه من يريد أن يتعاون ويبني علاقات مع روسيا، علاقات بناءة، علاقات ذات مصالح ومنفعة متبادلة خارج أطر العقوبات أحادية الجانب وخارج طبعا إطار الهيمنة الغربية كما تتحدث دائما موسكو والهزيمة الاستراتيجية لروسيا، فموسكو تفتح ذراعيها وتفتح أبوابها لكل أشكال هذا التعاون، وهو ما تقصده من خلال هذا المنتدى الذي أيضا من خلاله تكرس نظرتها ومواقفها الاستراتيجية المعروفة بالتوجه والاستعاضة عن علاقاتها المتميزة سابقا مع الغرب، الاستعاضة عنها بتوجهها نحو دول آسيا وشرق آسيا و منطقة آسيا والمحيط الهادئ على العموم، ولو كانت الصين والهند في طليعة هذه الدول التي تتجه نحوها موسكو في إطار هذا المنتدى أيضا. طبعا هناك العديد من القضايا التي تطرح من خلال الندوات والجلسات المنعقدة لليوم الثاني في إطاره، التي تعنى بكيفية التصدي ومعالجة تداعيات العقوبات التي تتعرض لها روسيا وتتعرض لها لتداعياتها الكثير من دول العالم، ومن بينها دول تقع في آسيا وفي أقصى الشرق كما تدعى هذه المنطقة، بالإضافة طبعا إلى الكثير من مجالات التعاون والاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى الابتكارات طبعا الذكاء الاصطناعي، الكثير من المشاريع الواعدة المشتركة طبعا لتبادل الخبرات في هذا المجال أيضا حاضرة في إطار هذا المنتدى، بالإضافة إلى العديد من وفود الدول الآسيوية التي لا تزال تتوافد للمشاركة في فعاليات. فيما يتعلق بالفعاليات السياسية وما يتعلق بمشاركة الرئيس الروسي، هناك جلسة عامة منتظرة للمنتدى في منتصف نهار يوم غد. طبعا لم تتأكد المعلومات على الأقل من الطرف الروسي فيما يتعلق بإمكانية حضور رئيس كوريا الشمالية للقاء نظيره الروسي في إطار فعاليات هذا المنتدى، وهو ما تحدث به الكرملين في آخر تصريحاته. لكن اللافت أيضا ماجد أن الكرملين لم ينفي طبعا إمكانية عقد مثل هذا اللقاء ولو كان خارج إطار منتدى الشرق الاقتصادي الدولي. من مدينة فلاديفوستوك شرقي روسيا مراسلتنا أريج محمد، شكرا لك يا أريج.